هل يقتصر مفهوم التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي على مسألة رقمنة الخدمات والتخلص من المعاملات الورقية؟ أم أن الأمر يشمل أبعاداً أخرى؟ نعم، بالفعل الأمر يشمل أبعاداً أخرى تتمثل في الانطلاق نحو منظومة اقتصادية رقمية متكاملة تتضمن الاستفادة المثلى من التقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية التقنية وإنتاج أشباه الموصلات وغيرها من المجالات الرقمية التي يمكنها رفض اقتصادنا الوطني بمصادر دخل متنوعة. السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من مؤشرات نطوف معكم فيها في فضاءات رحبة من النقاشات والتحليلات الاقتصادية المعمقة. حلقتنا هذا الأسبوع تتناول ملفاً حيوياً بكل ما تعنيه الكلمة، وقضية محورية باتت تمثل أحد أبرز القضايا المهيمنة على المشهد الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. حديثنا في هذه الحلقة يتمحور حول التحول الرقمي وجهود توظيف المقومات الوطنية في بناء قطاع رقمي واعد قادر على رفض اقتصادنا بالموارد في إطار سياسات التنويع الاقتصادي، إلى جانب دوره في أتمتة المعاملات والإسهام في تسريع وتيرة الإنتاج. نبقى بداية مع أبرز الأخبار الاقتصادية. أهلا ومرحبا بكم مع فقرة الأخبار الاقتصادية، نطوف من خلالها معكم حول أبرز الأخبار الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا. والبداية من الشأن المحلي، حيث أعلن صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني عن أول دفعة من مشروعاته الاستثمارية، وذلك بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عماني، منها استثمارات أجنبية بقيمة 609 ملايين ريال عماني، بينما تبلغ مساهمات الصندوق في هذه المشروعات نحو 220 مليون ريال عماني. ومن المؤمل أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة في 10 قطاعات حيوية. أكد البنك المركزي العماني أن النشاط الاقتصادي العماني استمر خلال العام المنصرم 2023 في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعاً بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية. وأوضح البنك في تقريره السنوي لعام 2023 أن الإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة حققت نتائج إيجابية، علاوة على أن الأرصدة المالية والخارجية سجلت فوائض جيدة خلال العام الماضي مع انخفاض كبير في الدين العام مقارنة بعام 2022. أطلق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة مبادرة مسرعة أعمال الشركات الناشئة، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها البرنامج بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وأكاديمية الابتكار الصناعي، إضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين. عينت شركة نما لتوزيع الكهرباء بنوكاً مع بدء عملية بيع مزمعة للصكوك لأجل 7 سنوات تقدر قيمتها بما لا يقل عن 500 مليون دولار أمريكي. وكشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة لعملية البيع أن الشركة اختارت بنكي سيتي جروب وجي بي مورجان كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين. أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج نجاح تغطية اكتتاب شريحة الفئة الأولى المؤسسات على سعر 390 بيسة للسهم، وهو الحد الأقصى من النطاق السعري ويعادل 40% من الأسهم المطروحة للاكتتاب، أي ما قد يصل إلى 312 مليون ريال عماني من قيمة الاكتتاب التي من المتوقع أن تبلغ أكثر من 700 مليون ريال. وكانت الشركة أعلنت تلقيها التزامات نهائية من المستثمرين الرئيسيين بالاكتتاب بما يصل إلى 156 مليون ريال عماني في الطرح بناء على الحد الأقصى من النطاق السعري 390 بيسة للسهم.
وإلى الأخبار الإقليمية والدولية، حيث شهدت أسعار النفط على مدى الأيام القليلة الماضية ارتفاعات وسط مخاوف من أن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط قد يهدد إمدادات النفط، لكن في المقابل تقلصت المكاسب بسبب زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية. وسجل الخام الأسود خسارة بنسبة 17% بالربع الثالث من العام الجاري، إذ طغى القلق من تراجع الطلب العالمي على مخاوف تأثير اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط على تدفق إمدادات الخام. وما زلنا مع أخبار النفط، إذ أبقى اجتماع لكبار وزراء تحالف أوبك بلس على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر المقبل، والتأكيد على ضرورة أن يعزز بعض الأعضاء التخفيضات للتعويض عن الإنتاج الزائد. وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2021، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين فوق 75 دولارا. وإلى المملكة العربية السعودية، حيث توقعت حكومة المملكة اتساع العجز المالي للعام 2024 إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تسعى فيه المملكة إلى زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتحقيق أهداف رؤية 2030 للتحول الاقتصادي. وتتوقع الحكومة السعودية تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 32 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل نسبة 2.19% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال سعودي، وهو أكبر من 79 مليار ريال سعودي توقعتها في بيان ميزانية 2024 في ديسمبر. وإلى أسواق السلع، إذ رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأوقية، صعوداً من 2700 دولار للأوقية بحلول مطلع العام المقبل، وذلك بدعم من انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، الأمر الذي يعزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وفي فرنسا، أوصى ديوان المحاسبة المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي بإلغاء 100,000 وظيفة تدريجياً في البلديات والمناطق في ظل تزايد العجز العام للميزانية، وتوقعات بأن يتجاوز نسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري. ويهدف الديوان إلى توفير 4,100,000,000 يورو سنوياً اعتباراً من 2030 عبر إجراءات يصفها مراقبون بأنها قاسية. ومن أخبار التكنولوجيا، قالت شركة أوبن AI المالكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي الأشهر تشات جي بي تي إنها أكملت صفقة لجمع أكثر من 6,500,000,000 دولار أمريكي في جولة تمويل جديدة، وهو ما يمنح شركة الذكاء الاصطناعي تقييماً يزيد عن 150 مليار دولار، ويعزز جهودها لبناء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائدة في العالم. يتطلب تمكين قطاع التقنية والاتصالات تحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وأتمتة الخدمات الأساسية وإتاحتها بشكل رقمي كامل على شبكة الإنترنت عبر تطوير الحلول الرقمية المناسبة، سواء كانت حلولاً مشتركة أو مركزية. فكيف نحقق أفضل الممارسات في التطور التكنولوجي؟ وما حجم الفرص الوظيفية التي سيتيحها التحول الرقمي؟ نتابع ذلك بعد فقرة بورصة مسقط. أهلا بكم في فقرة بورصة مسقط. نقدم هذا الأسبوع قراءة لما كان في شهر سبتمبر الماضي الذي شهد ارتفاع قيمة التداول بنسبة 54% مقارنة بما كان في أغسطس المنصرم، وصولا إلى 69,600,000 ريال عماني، بالاستفادة من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات الأكثر تداول مثل أوكيو لشبكات الغاز وبنك صحار الدولي والبنك الوطني العماني وبنك مسقط وأبراج لخدمات الطاقة. سجلت البورصة خلال الشهر الماضي عدداً من المؤشرات الإيجابية، أبرزها ارتفاع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 44% وارتفاع الصفقات المنفذة بنسبة 8%،
وارتفاع تداولات سوق السندات والصكوك، وحققت البورصة معظم هذه المكاسب في الأسبوعين الأول والثاني من سبتمبر، إلا أنها تخلت في النصف الثاني عن بعض مكاسبها مع الإعلان عن الاكتتاب العام في أوكيو للاستكشاف والإنتاج، لتشهد ضغوط بيع أدت إلى تقليص المكاسب المبكرة. في الأسبوع الأول من أكتوبر أغلقت البورصة بتسجيل صعود في الصفقات المنفذة بنسبة 15% متجاوزة 3540 صفقة، مستفيدة من إقبال المستثمرين العمانيين الأفراد على البيع لتوفير سيولة لاكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي يغلق في 9 أكتوبر الجاري للأفراد وفي 10 أكتوبر للمؤسسات. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي تراجعاً ب28 نقطة ليهبط إلى 4673 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة ب76 نقطة، ومؤشر القطاع المالي ب30 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات ب18 نقطة. وسجل المؤشر الشرعي الارتفاع الوحيد بعد أن صعد إلى 430 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنقطتين. نقف على تحليلات بورصة مسقط خلال شهر سبتمبر وما هو متوقع خلال الفترة القادمة مع ضيفي علي بن رضا الخابوري اقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. بداية مع اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج، كيف يمكن تقييم الإقبال على شراء الأسهم وما هو المتوقع على سيولة السوق ومستويات التداول في البورصة؟ حسب البيانات المعلنة من قبل مدير الإصدار، تم تغطية اكتتاب الشركات خلال أول يومين من الاكتتاب، وبالنسبة للأفراد حسب البيانات المعلنة الأولية أن هناك إقبال جيد، ومع انتهاء نهاية هذا الأسبوع متوقع أن يتم تغطية الاكتتاب بعدة مرات، وهذا دليل أن الشركة من أكبر الشركات اللي راح تجذب مستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج بإذن الله تعالى. كيف يبدو وضع السوق في الوضع الحالي أو في الفترة الحالية وأيضاً مع اكتتاب أوكيو؟ إحنا مع انتهاء الربع الثالث نتوقع أن الشركات تعلن عن نتائج الربع الثالث، والمفروض أن الشركات تكون نتائجها جيدة، وهذا راح يعزز السيولة وتحسن البورصة بإذن الله تعالى في الفترة القادمة. حقق النفط مكاسب خلال الفترة الماضية، كيف تتوقع أن تؤثر هذه المكاسب على أداء بورصة مسقط؟ النفط له عامل إيجابي كبير على السلطنة وعلى تقييم السلطنة، مثل ما عرفنا مؤخر أنه تم تحسين تصنيف الائتمان للسلطنة، وهذا راح يعكس إيجابي طبيعي على شركات المدرجة وعلى حركة البورصة وعلى استقطاب البورصة للأجانب في الفترة المقبلة. هناك أيضا مخاوف من التوترات أو تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، كيف يمكن أن تؤثر هذه التوترات أو على مستوى الإقبال على التدفقات الاستثمارية في بورصة مسقط؟ التوترات الجيوسياسية لها تأثير سلبي على كل الأسواق العالمية وليست على مثلا منطقة معينة أو بورصة معينة. تمركز المستثمرين في هذه الفترة راح يكون نوعا ما ممكن له تأثير سلبي على البورصة، لكن بإذن الله مع انخفاض الأحداث السياسية ومع نتائج جيدة للشركات المفروض أن الأمور تكون أفضل بإذن الله. تحديدا ما هي القطاعات التي ممكن أن تستفيد فعليا يعني في ظل كل هذه الظروف سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو حتى ارتفاع أسعار النفط؟ هل هناك قطاعات أخرى ممكن أن تنشط في سوق في بورصة مسقط؟ مع التوترات السياسية دائما هناك فرص تخلق في البورصات سواء المحلية أو العالمية، ومع اقتراب فترة التوزيعات اللي راح تكون على بداية السنة القادمة طبيعي راح يكون هناك تمركز جديد لبعض الشركات أو بعض المحافظ في الشركات اللي راح تعلن عن توزيعات جيدة، واللي متوقع أنها راح تكون أفضل من السنة الماضية بإذن الله تعالى. حلقة الأسبوع من برنامج مؤشرات تحمل عنوان التحول الرقمي. التحول الرقمي في بورصة مسقط إلى أي مدى يؤثر على جذب المستثمرين وعلى حركة الاستثمارات أيضا في البورصة؟ طبيعي التحول الرقمي له جانب إيجابي. لاحظنا آخر اكتتابين أو ثلاثة أن الاكتتاب للأفراد يصير عن طريق التطبيقات البنوك، وهذا سهل الأمور، سرع الأشياء، فترة الاكتتابات صارت أقل، والتعقيدات اللي كانت سابقة كلها اختفت. بطبيعة الحال مع إدخال أنظمة تداول إلكتروني للبورصة راح يسهل عمل التداول ويشجع الأفراد على المضاربة أو على الدخول في السوق.
مع بالعودة إلى اكتتاب أوكيو، الجوانب الإيجابية التي يمكن تسليط الضوء عليها في هذا الاكتتاب؟ الشركة تعتبر واحدة من أكبر شركات الحكومية في البلد، تعمل في قطاع حيوي وهو قطاع النفط. مع دخول المستثمرين الأفراد والشركات في هذه الشركة في هذا الاكتتاب، بإذن الله مستوى السيولة راح ترجع وتكون أفضل من المستوى السابق، وراح يخلي الناس تستثمر في البورصة المحلية. إذن شكرا جزيلا لرضا لعلي بن رضا الخابوري اقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت تحليلات بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع، وأيضا التوقعات للأسبوع القادم مع كل التأثيرات والعمليات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط أو العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله. أهلا بكم من جديد. بحسب أحدث تقرير سنوي صادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي خلال العام الماضي 2023 بلغ نسبة 53%، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها نسبة 72%، وهي مؤشرات واعدة تؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو تحول رقمي شامل. وما يعزز ذلك أن المؤشرات توضح أن 48% من المؤسسات الحكومية تقع في المستوى الأخضر لقياس الإجادة في التحول الرقمي، ما يبرهن على التقدم في هذا الجانب، وهي عملية متواصلة تبذلها المؤسسات من أجل رقمنة الخدمات الحكومية. كما أن الحكومة نجحت في رقمنة ما يزيد عن 1500 خدمة بنهاية العام الماضي 2023، وانسجاما مع رؤية عمان 2040 وضمن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وفي إطار الحرص الحكومي على دعم خطط التحول الرقمي، فقد أطلقت الحكومة برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بهدف تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار وتصعيد عدد منها إلى المستوى الإقليمي والعالمي. في المقابل فإن ثمة تحديات يمكن رصدها ويتعين بذل الجهود من أجل تخطيها، وفي مقدمتها استكمال المنظومة التشريعية الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي والتوسع في برامج تطوير وتأهيل الشباب العماني للعمل في المجالات الرقمية المختلفة، علاوة على مواصلة السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع. ولكي نحدد معالم الطريق نحو قطاع رقمي متطور ومواكب للمتغيرات المتسارعة، فإننا نسترشد في ذلك بالنطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله بتأكيد العزم على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدا للاقتصاد الوطني، وصدور توجيهات سامية سديدة بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات. وتتواءم هذه التوجيهات السامية مع البرنامج الوطني للتحول الرقمي، والذي تعكف الحكومة على تنفيذه بمخصصات مالية وصلت خلال عامي 2023 و2024 إلى نحو 55 مليون ريال عماني، وسط مساع لضخ استثمارات بحوالي 170 مليون ريال بحلول العام المقبل 2025. مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحوار مع ضيف هذا الأسبوع نبقى مع هذا الفاصل. ومن منطلق إدراكنا بأهمية تنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، فإننا عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية
ورافداً للاقتصاد الوطني، كما وجهنا بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها، مع الإسراع في إعداد التشريعات التي ستسهم في جعل هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذا القطاع. مشاهدينا، لمزيد من النقاش حول مستجدات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، أرحب بضيفي هنا في الحلقة الدكتور عامر بن عوض الرواس، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للطاقة أوبال، وهو أيضا باحث ومحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار. دكتور عامر، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. دكتور، يعني التطور التكنولوجي، الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، مصطلحات يعني بدأت يعني تأخذ مسارات معينة في حياة الأفراد وأيضا الحكومات والدول، هل لك أن تعطينا تعريفات لهذه المصطلحات؟ أعتقد الذكاء الاصطناعي بالذات ببساطة هو محاكاة الحاسب الآلي للقيام بمهام، محاكاة الإنسان في القيام بمهام تحتاج القدرة على الإدراك والتفكير التي يتمتع بها البشر، وذلك من خلال يعني مهام على رأسها التعلم والتحليل والاستنباط. هذا يتم عن طريق استذكار معلومات مخزنة، وكذلك أيضا استشعار معلومات أو بيانات آنية تستشعرها أجهزة وترصدها أجهزة ومجسات وكاميرات تحاكي الحواس البشرية المعروفة. نعم. طيب، يعني الحكومة دكتور ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يعني أطلقت البرنامج الوطني للتحول الرقمي. اليوم العالم أيضا يقطع أشواط متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. ما علاقة التحول الرقمي دكتور بالذكاء الاصطناعي؟ التحول الرقمي أساس للذكاء الاصطناعي وكل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لأنه عندما تكون في الجوهر رقمي فبالتالي مسألة الرجوع إلى البيانات ودقتها تعتمد على مدى جاهزية الجوهر الرقمي لأي نظام. فالتحول الرقمي ينقلنا بحيث أنه نحن نكون رقميين من الجوهر إلى كل التطبيقات التي تبنى على جوهر هذه البيانات، فبالتالي نستطيع أن نبني تطبيقات ذكاء اصطناعي تكون دقيقة وسريعة وتغطي تغطية شاملة لكل المعلومات والبيانات والخبرات المخزنة. طيب دكتور، يعني ذكرنا في المقدمة أنه يعني الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي بلغ 53% في سلطنة عمان. لو سألنا يعني في إطار التحولات أو التحول الرقمي الذي تقوم به الحكومة، ما هو موقع أيضا سلطنة عمان في الذكاء الاصطناعي اليوم؟ وربما هذا اللقاء أيضا كان وقتي، لأنه الحمد لله كما تعلم الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة من خلال معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج فيه مبادرات كبيرة، بعضها يعني حقيقة خطواته الأولى على رأسها أولا استوديو الذكاء الاصطناعي اللي من خلاله راح يتعرف المواطن والجهات المعنية على التطبيقات اللي ممكن المستخدم يستفيد منها. كذلك أيضا وأمر مهم أهميته مثل أهمية وجود الجوهر الرقمي هو المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة التي راح تمكن الجميع من الولوج إلى المعلومات من خلال هيكلة منظمة ودقيقة ويعني محدثة باستمرار. كذلك أيضا سر كثير من المواطنين الإعلان عن النموذج اللغوي العماني اللي هو عمان جي بي تي، اللي أنا أعتقد أنه إذا تم الانتهاء من هالمشروع رح يعطي للفرد العماني والمقيم في عمان بديل
مناسب للولوج إلى المعلومات العمانية اللي تكون أكثر ملائمة لاحتياجه والاستخدام اليومي، ويجب أنها تعمل بطريقة تنافس الآخر، لأنه أنا كعماني ليش أترك مثلاً شات جي بي تي العالمية وأستخدم النموذج اللغوي العماني اللي هو عمان جي بي تي؟ لأنه أكثر ملائمة لي، يغطي احتياجاتي، يأخذ المعلومات من مصدرها الموثوق في السلطنة، وكذلك يغطي التاريخ العماني، الثقافة العمانية، المخزون العلمي العماني والمخزون الفني العماني. فبالتالي أستطيع أنا أني أنا أحصل على معلومة بطريقة أسهل، أكثر دقة وأكثر ملائمة لحاجتي في الاستخدام. طيب دكتور، أنت دائما ما تشير إلى تطبيع الذكاء الاصطناعي في الكثير من المحاضرات التي أيضا قمت بإلقائها في هذا الجانب، يعني ما معنى تطبيع الذكاء الاصطناعي؟ هو تطبيع الذكاء الاصطناعي مثل يعني كل التقنيات، يعني مثلا الهاتف الذكي تم تطبيعه بمعنى أنه أصبح متاح للجميع، والجميع يستخدمه ويستطيع أنه يتحدث عن استخدامه كأمر طبيعي مسلم به. هذا ما يقصد بتطبيع أي تقنية. وأنا حقيقة لم أتفاجأ أبداً بأي من تطورات الذكاء الاصطناعي التقنية، لأنه متابع كأي باحث، ولكن ما تفاجأت به أنه في العادة التقنيات الجديدة خصوصاً التقنيات المعقدة تبدأ من الشركات والمنظمات والمؤسسات، ومن ثم بعد استخدامها لفترة وتوصل إلى نضوج معين وتقل قيمتها وتكلفتها تنتقل إلى الأفراد في المجتمعات. ولكن ما فاجأني في الذكاء الاصطناعي أنه خصوصا تطبيقات النماذج اللغوية مثل شات جي بي تي وصلت مباشرة إلى الفرد والمواطن قبل ما يتم نضوج استخدامها على مستوى المؤسسات نفسها. فبالتالي هذا أصبح أقرب إلى التطبيع، أنه الآن الجميع أصبح متاح له، وإن كان بقيمة حالياً، وفي هناك أيضاً منصات من غير تكلفة أنه الإنسان يدخل ويستخدم ويستشعر قدرات الذكاء الاصطناعي. نعم. طيب دكتور، أشرت في بداية حديثك عن يعني علاقة التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي، لو سألتك عن تقييمك أنت لمعدلات التحول الرقمي هنا في سلطنة عمان في جانب الخدمات الحكومية الرقمية. وبعد الانتقال من أنه العمل كله خلينا نقول غير رقمي إلى جوهر رقمي، ما في هناك سقف عدد الخدمات التي يمكن أن تؤتمت وتوصل للمواطن بطريقة سهلة وسلسة ومحدثة بشكل آني، بحيث أن الواحد عندما يتابع معاملاته يكون عنده تحديث آني لأين معاملته. ولكن بدون التحول الرقمي هذا الأمر بيكون غير ممكن وغير متاح، وبيكون بطيء وتتخلله تدخل بشري اللي قد يعطل سلاسة والخدمة ويؤثر على تجربة المستفيد أو المستخدم، سواء كان مواطن أو مستثمر أجنبي أو مقيم في البلد. نعم. طيب دكتور، يعني عندما نتحدث عن التحول الرقمي يعني نتجه دائما إلى تعزيز النمو الاقتصادي أو تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي كأصح، ودائما هذا يعتمد على العنصر البشري. هناك جدلية في أنه الاقتصاد الرقمي يمكن أن يتيح فرص وظيفية، لكن أيضا هناك من يقول بعكس ذلك في أنه سوف تختفي هذه الكثير من الوظائف مع وجود الذكاء الاصطناعي، مع وجود هذا يعني التحول المتسارع والاستغناء عن العنصر البشري. ما رأيك أنت في هذه الجدلية؟ هذا سؤال جوهري ومكرر حقيقة من ناحية رغبة الناس في الحصول على إجابة محدثة لهذا السؤال. التحديث اللي أنا عجبني نبدأ به وبعدين نبدأ بالتفسير لباحثة الآن تسمى بأم الذكاء الاصطناعي، اسمها فيفي لي، هي صينية الأصل أمريكية الجنسية، تقول أن الذكاء الاصطناعي لن يأخذ وظائف البشر، بل البشر الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي هم من سوف يأخذ
وظائف البشر الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي. نعم. فبالتالي الذكاء الاصطناعي هو ممكن للبشر في أنه يرفعوا من الإنجاز ويسرعوا من الإنجاز، وكذلك يقللوا كلفة الإنجاز في أي محور من محاور هيكلة الاقتصاد العامة. فبالتالي أنت كبشر عندما تتعامل وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي تتمكن من التفوق على غيرك من البشر من هم حولك. الآن العلماء يتحدثون عن الوضع المثالي. الوضع المثالي، لذلك أنا قلت لك هذا السؤال رغم أنه مكرر ولكن تحديث الجواب عليه مهم جدا، وأشكرك على سؤالك، لأنه الآن آخر تحديث بالإضافة إلى ما قالته فيفي لي، عندك تحديث أنه الآن يتحدثون عن إمكانية وصول البشر لما يسمى التعاون الخارق. التعاون الخارق هو أنه أنا والأستاذ يعقوب لدينا مهمة، هذه المهمة نستعين بالذكاء الاصطناعي من خلال حاسب آلي أو أداة أخرى للذكاء الاصطناعي، ونرجع لها كمرجع، ونحن نتشاور فيما بيننا نقاط اختلافنا أو النقاط استفهام الذي لدينا نرجع للذكاء الاصطناعي، وبالتالي بعد رجوع المعلومة من الذكاء الاصطناعي واستنباطه لتوصية معينة يخلينا نحن نتخذ القرار، نبقى نحن متخذي القرار بناء على الاستنباط الذي أتى من الذكاء الاصطناعي. ويعرف هذا الأمر الآن بسوبر كولابوريشن اللي هو التعاون الخارق، وأنا أرى أنه هذا آخر وأهم تحديث لما يسمى جدلية استبدال البشر بأدوات الذكاء الاصطناعي وقدرة البشر على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لخسارة وظائفهم. وكأي تقنية، التقنيات تأخذ وظائف وتأتي بوظائف جديدة ربما تكون أفضل وأسهل وأكثر عائدا على المستخدم لها. نعم. طيب دكتور، كأستاذ جامعي وأيضا محاضر وعميد في كلية الأعمال وتقنية المعلومات في جورجيا، يعني كيف تقيم أنت الآن مواكبة قطاع التعليم لما يسمى الآن بوظائف المستقبل؟ التعليم بصفة عامة، أنا يعني من محبي قطاع التعليم وانخرطت فيه لفترة طويلة، دائما يجد صعوبة في مواكبة المتغيرات التقنية، لأنه التعليم في أساسه يعتمد على مراحل تعليمية معينة. فأنت عندك التعليم الثانوي وبعد ذلك التعليم الجامعي وما بعده من الدراسات العليا، كلها تحتاج دورة، وفي كل دورة يجب أنك أنت تحط مناهج وآليات تدريس وأصول تدريس، هذه توضع من قبل مختصين تربويين وكذلك أيضا مختصين في العلوم والتقنيات والعلوم الإنسانية التي يتم تدريسها. العلوم نفسها تتحدث، ولكن النماذج التدريس والمناهج تأخذ وقت أكثر، وكذلك التشريعات المتصلة بها. لذلك كانت التوجيهات السامية التي أشرت لها في بداية مقدمتك مهمة جدا، اللي هي مراجعة هذه التشريعات بحيث أنه نحن نكون أكثر انفتاحا لتطبيق كل ما هو حديث في التقنية دون الإخلال بالهيكلة المنظمة لأي قطاع سواء كان التعليم أو غيره. نعم. طيب بين الحين والآخر دكتور، يعني دائما ما نسمع عن إطلاق برامج تدريبية للشباب في كثير من الأشياء، في أشباه المواصلات، الطابعات الثلاثية الأبعاد وغيرها، ما قراءتك وأهمية أيضا هذا الأمر من شراكة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه البرامج التي يمكن أن يكون لها أيضا مردود قادم أيضا على المستوى الوطني؟ عالميا القطاع الخاص هو من يقود هذا التحول، ولكن ربما في بعض الدول لا تزال الحكومات أقوى وأقدر من القطاع الخاص في قيادة هكذا تحول، وبالتالي أنا أعتقد في السلطنة لا تزال عندنا الحكومة هي الأقوى والأقدر من القطاع الخاص في قيادة دفة التحول، ولكن يجب أن يمكن القطاع الخاص حتى أنه يكون شريك في قيادة هذا التحول، ونمكن القطاع الخاص أنه يكون أيضا يستطيع أن يستثمر بشيء من الأمان والالتزام الحكومي بالاستخدام. يعني على سبيل المثال، من أهم تحديات الاستثمار في القطاع في
في تمكين الذكاء الاصطناعي هو الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة لذلك. عندما يقبل القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية ذات المدى البعيد من ناحية العائد، يجب أنه يكون هناك التزام أيضاً من الحكومات بالاستخدام أو الاستهلاك، ما يسمى الاستهلاك اللي هو الكونسومشن. الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص مهمة جداً في هذا الأمر، لأنه لا يمكن لواحد منهم أن ينجح دون الآخر. الحكومات عليها التشريعات وكذلك التحفيز، سواء كان المادي أو الالتزام بالاستهلاك، قبل ما القطاع الخاص يقبل على الاستثمار والمغامرة في هكذا مجال. نعم. طيب، ثقافتنا أيضاً، أهمية ثقافتنا كأفراد دكتور في المجتمعات، أهمية أيضاً ثقافة العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يلامس عملهم مثلاً التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى يجب علينا أن نكون واعين لأي تحديث في هذه الجوانب؟ طبعاً البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي اللي ذكره علنوا معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لم يغفل هذا الجانب، اللي هو مسألة المهارات المطلوبة للانتقال بالسلطنة لمرحلة استخدام الذكاء الاصطناعي لاستخدام الأمثل وتمكين تطبيقاته في السلطنة. هذا راح يعتمد اعتماد كثير على تدريب وتأهيل متخذي القرار في البداية ومن دونهم من مسؤولين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وكذلك الناس التنفيذيين اللي في النهاية راح يتم الاعتماد عليهم في ابتكار الاستخدامات المطلوبة في عمان، وكذلك توطين التقنيات الأكثر ملائمة لما نريده لتمكين اقتصادنا وتمكين حياة أفضل لكل من يعيش في عمان. نحتاج أنه نعمل تثقيف وتعليم وتدريب تطبيقي، نعم، لفئات مختلفة من طبقات السلم الوظيفي في كل مؤسسة. وأنا أرى أنه البداية يجب أن تكون من متخذي القرار، لأنه في النهاية كل شيء يبدأ من الأعلى كما يقولون. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للشركات الناشئة العمانية، كيف تنظر أنت لمستقبل الشركات الناشئة العمانية، يعني القائمة على الابتكار والتقنية؟ ذكرت أنه واحدة من المبادرات أو المشاريع للبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، نعم، هي المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. هذا ممكن كبير للمبتكرين الشباب والشركات الناشئة في هذا القطاع أنهم يحصلوا على المعلومة لتمكنهم من ابتكار أدوات وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتبني على معلومات ذات قيمة مضافة لمن يعمل في عمان، ومن ثم أخذ هذه التطبيقات للعالمية وإذكائها بمعلومات تطبيقية أكثر على بقية العالم. نعم. طيب كيف يعني هل هناك من آليات دكتور مقترحة بحيث أنه يتم تحفيز الشباب أيضا في في في, في الذين لديهم بعض المهارات مثلا، أو يكتسبون مهارات معينة في جانب نمو الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان؟ أنا من خلال متابعتي لبعض تصريحات سعد الدكتور وكيل الوزارة، هناك عدة برامج تتعدى فقط التدريب وتمكين، إلى أنه أيضاً الاستثمار من قبل الحكومة في أو الشراكة في الاستثمار من قبل الحكومة مع المستثمرين سواء كانوا محليين أو عالميين في مسألة تدريب المواطنين أو الشباب وانخراطهم في مشاريع تستهدف الذكاء الاصطناعي. فبالتالي ممكن الحكومة أنها تتكفل بكلفة معينة من هذا التدريب، أو حتى بعد وصولهم على رأس العمل واستمرارهم في التدرب على رأس العمل. طيب كيف نسعى لجذب أيضا استثمارات حقيقية، يعني وبناء شراكات حقيقية مع الخارج دكتور في مجال الاقتصاد الرقمي؟ أعتقد الكل أدرك الآن في مجال مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الطريقة الوحيدة
للفوز هي الشراكات والشراكات العالمية. فبالتالي التعاون الدولي أمر مهم للغاية في هذا الأمر، سواء التعاون في توطين التقنيات أو الاستثمار في تقنيات قد تكون منبثقة من عمان ومعتمدة على البيانات العمانية وثم تطبق للعالمية. التعاون الدولي في هذا الإطار مهم، ويبدأ من التشريع. كلنا ننظر للتشريع كأمر ربما مسلم به، ولكن التشريع هنا هو الأساس، لأنك انظر إلى أوروبا عندما أصدرت قانون الذكاء الاصطناعي كان قانون فيه نوع من الإحكام أو خلينا نقول تحديد لما يمكن عمله بالذكاء الاصطناعي، وبعدها بأسابيع أصدرت الولايات المتحدة تحديث للمرسوم الرئاسي اللي كان أصلاً أكثر انفتاحاً من القانون الأوروبي، وأضافوا عليه انفتاح أكثر. فبالتالي كثير من المستثمرين والشركات العاملة في المجال وكثير من الخبراء والباحثين انتقلوا للولايات المتحدة حتى يستطيعوا أن يعملوا في بيئة أكثر انفتاحاً وأكثر تقبلاً وإقبالاً على التقنية. طيب، هذا الانفتاح دكتور، يعني لو أردنا أن نتوجه نحن إلى انفتاح كهذا الانفتاح، هل يجب أن يكون انفتاحنا حذر؟ لأنه نحن الآن في مجتمعات تتحدث عن هوية وطنية، نتحدث عن بيانات أيضاً وطنية، يمكن أن يعني أن تكون هناك مخاطر للكثير من الأشياء، سواء كانت متعلقة بالمجتمع أو متعلقة أيضا بجوانب الأمن السيبراني. ما مخاطر الانفتاح ووجود هذه البيانات أيضا وإتاحة هذه البيانات يعني في حتى أثناء بناء الشراكات الاستراتيجية؟ سؤال مهم. أنا كشخص كما يقولون مناصر للتقنية، أرى أنه مخاطر عدم الانفتاح أكبر بكثير من مخاطر الانفتاح، ولكن ما في شك الانفتاح يأتي معه مخاطر ومغامرة، ولكن هذه المغامرة يجب أن تكون مدروسة ومبنية على جوهر قوي من حماية للبيانات وما يسمى بالسيادة الرقمية. السيادة الرقمية تبدأ من سيادتك على البنية التحتية، ومن ثم سيادتك على المعلومات والبيانات المحفوظة، بالإضافة لسيادتك على التحليل والمعالجة لهذه البيانات، ومن ثم سيادتك على الدخول إلى هذه البيانات سواء المعالجة أو المخزنة. هذا كله في رأيي يمكن تأمينه تأمين كبير بالاستثمار المناسب في كل واحدة من هذولا، ولكن الاستثمار الأكبر في الموارد البشرية الممكنة التي ممكن تحمي كل هذا الاستثمار. فأنا تركتها الأخير لأنها هي الأهم، مسألة الاستثمار في الكادر الوطني اللي يستطيع أنه يعطيك السيادة الرقمية المتكاملة، لأنه كل عناصر السيادة الرقمية يمكن أن تخترق إذا لم يكن الإنسان العماني هو من يقوم بها ومن يديرها ومن يبني عليها، لأنه ما ممكن هو يبتكر كل شيء، ولكن ممكن يبني على ما يتم توطينه من التقنيات. وهل نحن قادرين على هذه الحماية دكتور؟ مثلاً خلينا نقول الإمكانيات والكوادر الموجودة. أنا من خلال اطلاعي المتواضع أنا أعتقد إحنا أقدر من كثير من دول المنطقة، لأنه الدولة استثمرت والجهات المعنية استثمرت في هذا المجال لفترة طويلة، وأصبح عندنا مقدرة لله الحمد في مسألة الحماية. نحن أقل قدرة فيما يتعلق بالبنية التحتية المتصلة بالذكاء الاصطناعي. نعم. وأقل قدرة من ناحية انفتاح التشريعات من بعض هذه الدول، وأعتقد أنه نحن فيما يتعلق بالكادر البشري أكثر تفوقاً من كثير من دول المنطقة، ونحتاج أن نبني عليه وننقله للعالمية. أنا أتمنى أنه مثل ما نرى الآن في بعض الشركات شباب عمانيين وشابات عمانيات يبرمجون من خلال شركات عالمية لدول أخرى. نعم. معروفة بتفوقها التقني خصوصا على مستوى الكوادر. ممكن في وقت قصير أن نحن نخلق جيل من المبرمجين والقادرين على صناعة خوارزميات مبتكرة
اللي يتم استخدامها في العالم من عمان ومن شباب عمان، إذا تم التركيز على تطبيق كل ممكنات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي. طيب لو أردنا منك دكتور أن تضع لنا خارطة طريق مثلا للاستفادة من هذه المنتجات الرقمية لسلطنة عمان، ما هي الأشياء التي يعني تراها هي التي يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق خلنا نقول لمستقبل الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان؟ سبق أن ذكرت المحاور ابتداء من البنية الأساسية والانتهاء بالكادر البشري. نعم. أنا أرى أنه يجب التوازن في الاستثمار في كل واحد من هذه المحاور، وإلا استثمار في واحد منهم دون الآخر راح يكون فيه قصور ولن يوصلنا لما نريد. فخارطة الطريق تبدأ من الكوادر من هذه الجهة ومن البدايات في البنية الأساسية المطلوبة. دون بنية أساسية مطلوبة، ونحن الحمد لله كبلد استثمرنا من خلال شركات الاتصالات في عدد كم هائل من الكوابل، يعني وأنا أذكر بفخر ما قامت به عمان تل من ناحية عدد الكوابل اللي تأتي إلى عمان. فعندنا استعدادية رقمية نحتاج أن نبني عليها قدرات للتخزين وقدرات للمعالجة وكبنية أساسية، ونحتاج في الطرف الآخر بناء كوادر بشرية تستطيع أن تقوم بما هو في الوسط، اللي هو مسألة ابتكار خوارزميات وتطبيقات متصلة بعمان، تنظيم البيانات وكذلك حمايتها. أنا أعتقد أنه خارطة الطريق ما في شك المسؤولين والقائمين على هذا الأمر في أجهزة الحكومة المختلفة قادرين على أنهم يقومون بها، وأنا أرى أنه البدايات بدأت تظهر. نعم. إحنا يعني ربما في عمان ما نميل كثير للإعلان عن المبادرات قبل بدأها، ولكن أنا أرى في هذا الأمر مهم أن نعلن على كل المبادرات وعن تفصيل بداياتها، حتى أنه يقبل علينا المستثمر. المستثمر ما يقبل إذا ما عندك أساس. بالضبط. وحتى الكوادر البشرية، أنت لن تستطيع أن تبني كوادر بشرية من الصفر، يجب أنك تستقطب كوادر بشرية عالمية حتى يتتلمذ على أيديهم الكوادر العمانية ويستطيعوا ينتقلوا. والأساس مثل ما قلنا هي تشريعات. نعم. مرنة ومنفتحة على استقطاب التقنية وتطوينها والتمويل أيضا بكل تأكيد. والتمويل دكتور. كل هذه العناصر تحتاج تمويل. بالضبط. يعني وأعتقد الحمد لله يعني هناك في إرادة سياسية قوية ظهرت في الإعلان اللي أعلنه معالي الوزير، وأعتقد أنه رح نسمع إن شاء الله أخبار طيبة. طيب شكرا جزيلا لك دكتور عامر بن عوض الرواس، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للطاقة وبل، وهو أيضا باحث ومحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار. شكرا جزيلا لك على هذا النقاش وأيضا على هذه يعني التوضيحات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. شكرا لكم وسعدت بالوجود معكم. شكرا جزيلا دكتور. إذن مشاهدينا نبقى مع فقرة اقتصاد المحافظات. يعتبر الشباب القوة الدافعة للتطوير في ظل التحولات العالمية السريعة نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفة، مما يمهد الطريق لقطاعات جديدة تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي. تركز رؤية عمان 2040 على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين جميع محافظات سلطنة عمان، وذلك عبر توجيه الاستثمارات نحو تأسيس المدن الذكية وتطوير المحافظات مع تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والاقتصادية. وتهدف الرؤية إلى الاستخدام المستدام للأراضي وتأسيس مناطق حضرية وريفية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الميزة النسبية والتنافسية لهذه المناطق. وتستهدف الرؤية تحسين جودة الحياة والعمل والترفيه من خلال بنية أساسية عالية المستوى ووسائل نقل متنوعة ومتكاملة.
ووفقاً للتقرير السنوي الثالث لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، فإن أبرز الجهود المبذولة في تعزيز اللامركزية تدشين برنامج الإدارة المحلية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، متضمناً برنامج الولاة وبرنامج القدرات للتخطيط والاقتصاد بالمحافظات، وكذلك برنامج أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب تخصيص 20 مليون ريال عماني لتنمية المحافظات والمدن المستدامة. وتعمل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 من خلال برنامجها الاتصالي كل عمان على إبراز الميزات التنافسية للمحافظات وتمكين المجتمع المحلي، حيث تم الانتهاء من زيارة 5 محافظات وهي البريمي وشمال الباطنة وجنوب الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة، على أن تكتمل زيارة بقية المحافظات في منتصف عام 2025. ومن أبرز جهوده العمل على تدريب حوالي 800 موظف حكومي على مستوى التقسيمات الإدارية للمحافظات، وذلك لتعزيز كفاءة الموظفين وتطوير قدراتهم في إدارة المشاريع وتبسيط الإجراءات والخدمات، وكذلك العمل على تدريب ونقل المعرفة لحوالي 350 موظفاً حكومياً في تبسيط الخدمات الحكومية الداخلية باستخدام منهجية التحسين المستمر لين. وتعمل الاستراتيجية العمرانية ومخططات المدن الكبرى التي أطلقت عام 2021 على تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة مسقط الكبرى وإعداد المخطط الهيكلي ل14 مدينة أخرى، منها 3 مدن كبرى: صحار الكبرى، صلال الكبرى، ونزوى الكبرى، بالإضافة إلى 11 مدينة أخرى وهي عبري وهيمة والرستاق وصور والبريمي وإبرة والمضيبي وسناو وصحم والخابورة والسويق. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مؤشرات، شكرا لكم، في أمان الله.